أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهينت نشر تحت عنوان العثور على جثتي رجلين قضايا رميا برصاص شرقي الموصل. ونقرأ في المدى: الحشد يغادر تحالف النصر وشروط الصدر تجهض محاولات تقرب العبالي. ونقرأ في موقع كتابات: كردستان توافق على إخضاع مطاريها الدوليين لسلطة الطيران الاتحادية. وفي الجزيرة نت نطالع: ليبرمان يعترف بفقد جنود إسرائيليين في غزة. ونتصفح في العربي الجديد: العراق تفجيرات انتحارية بتوقيت انتخابي وتحالف العبادي يتصدى. نقرأ في القدس العربي: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي يشكر أمير قطر على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: مقتل 20 في اشتباكات أغلقت مطار معتيقة في طرابلس. ذات الوجوه وذات القوى التي أنتجت دخول داعش العراق والنزوح والفقر والجوع والفساد والبطالة وتفكيك المجتمع وعسكرته، تعود مرة أخرى عبر التكتيك والمناورة وتعهد السلطة على العودة إليها دون السماح لآخرين بالمنافسة. هذه الخيول المثقلة بالفشل كيف لها أن تحمل هموم المواطن وتصون كرامات الناس وتجلب الخير لأهلها بعد أن أصاب بعضها الجرب الذي مس أحشائها الداخلي؟ في تقاليد الخيل في الريف الأصيل يتطلب ذلك قتل الخيل المصابة لكي لا ينتشر الوباء على الجميع، وذلك حسب مقال للكاتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية حول التحالفات الانتخابية الجديدة القديمة. المقاييس النافذة اليوم هي ترجمة العملية ما بين محبي العراق وما بين محبي أنفسهم وأطماعهم، وما بين نظيفي الأيدي وما بين من يقدمون مصالح الغير الخارجي على مصالح وطنهم وشعبهم. وهي كذلك تكمن في قدرة من لم يتورطوا بمحرمات الكذب على الجمهور والسرقة على وضع حسابات دقيقة لما يؤدي لدخولهم شوط الانتخابات منفعة وخيرا للناس، وإلى مدى سيكون هناك مكان مسموح لهم في العملية السياسية هذا العام. وهل أن تجديد السياسيين الحاليين لأنفسهم يمكن أن يخترق الجمهور المحروم من أبسط الخدمات الإنسانية؟ ويتجاوزون عقبة المحاسبة القانونية والقضائية على المحظورات السياسية والأخلاقية والقيمية وتورطهم بالسرقة، ويدخلون مغامرة التنافس الانتخابي مجدداً بعد تعديلات في مظاهر اللعبة التي أتقنوا فنونها خلال السنوات 14 الماضية. لعبة أخرى تتراقص في الموسم الجديد هي أن قصة التوافق مع زعمات الشيعة والسنة والأكراد قد أصبحت من الماضي لتحل محلها الأغلبية السياسية، أي أصحاب الأصوات الأعلى في البرلمان، ومعروفة تلك القوى صاحبة الغلبة السياسية. وقد برز ذلك في قضية تأجيل موعد الانتخابات، حيث انفرد حزب الدعوة وحلفاؤه بقرار عدم تأجيل لإقصاء زعامات سنية لم تعد صالحة من وجهة نظرهم. والسؤال المطروح هو: أين حصة المواطن من كل فصول المهرجان الجديد؟ تعم العراق اليوم حمى الانتخابات المقبلة وتزداد سخونة مع تسارع الأيام، ولم تزل الوجوه السياسية نفسها المسيطرة على المشهد السياسي، ولم تزل الطبقة السياسية التي جاءت بها أحداث 2003 والاحتلال الأمريكي هي التي تتنافس في الاستحواذ على السلطة والبقاء على سدة الحكم بشكل لا يمكن تخيله، ولم يفسح المجال أبدا حتى الآن لأي قوى سياسية جديدة كي تأخذ طريقها، لا لتتنافس من خلال صناديق الاقتراع بل
لإثبات نفسها أمام الشعب واستماتت الطبقة الحاكمة في استماتت في أن تبقى حقيقة في مفوضية الانتخابات تحت هيمنتهم بلا قضاء وبلا قضاة. هكذا كتب سيار الجميل في مقال بصحيفة العربي الجديد. وبدا واضحا أن الصورة التي بدت عليها التشكيلات التي ستخوض الانتخابات تستند إلى الطائفية المقيتة مع استثناءات لا تأثير لها، ذلك أن الوجوه التي بقيت مصرة على البقاء في السلطة وتتداولها فيما بينها هي نفسها منذ 15 سنة مضت، فلا يمكن لأحد بعد اليوم أن يعتب على حكام عراقيين سابقين احتكروا السلطة فيما بينهم زمنا طويلا، وإذا كانوا قد احتكروها إبان عهودهم فقد قدموا للبلاد إنجازات كبرى. فما الإنجازات التي قدمتها الحكومات الحالية العراقية منذ 15 عاما؟ على كل عراقي أن يسأل نفسه، هل يقبل ضمير أي عراقي أن يعيد انتخاب هؤلاء الذين دمروا العراق وسرقوه وأضعفوه وامتهنوا إرادة أهله وبعثروا موارده؟ هل يحق لأمثال هؤلاء الذين سحقوا العراق أن يعيدوا ترشيح أنفسهم من أجل أن يبقوا في السلطة ثانية وثالثة بلا أي رادع أخلاقي ولا أي حياء؟ تاريخ أي واحد من هؤلاء أو تاريخ أي حزب من أحزابهم يوضح أن كل منهم غاطس في الجرائم والفساد ودماء العراقيين ونهب البلاد، فكيف يحق لكم أن تعيدوا إنتاج أنفسكم ثانية من أجل البقاء في السلطة؟ ماذا قدمتم للعراق والعراقيين منذ 15 سنة غير الكوارث والنكبات؟ أيها العراقيون، هل ارتضيتم هذه الأشكال التي حكمت العراق لسنوات لكي تبقوها في السلطة ثانية أو ترجعوها ثالثة أو أن تعيدوا إنتاجها باسم صناديق الاقتراع؟ والكل يعلم أن التزوير سيبقى يمارس في الخفاء أو العلن. هل ارتضيتم أن تبقى هذه البيادق على لوحة الشطرنج والأمريكان والإيرانيون يتلاعبون بمصيركم كما يشاءون؟ صيغة إيران الجديدة التي تطرح الآن ما اصطلحت عليه الأمر الواقع ليست إلا تبديل وجوه سيئة فاشلة بوجوه أسوأ وأكثر فشلا وانحدارا. ها هو العبادي يتبدأ أخيرا بوصفه من الطينة نفسها المعمول منها سائر الزعامات وقيادات العملية السياسية المتواصلة منذ 2003، ولا يفرق عنهم أكيد في شيء البتة العبادي، حيث أنه يشكل كيانا سياسيا مستقلا عن حزب الدعوة الإسلامية الذي هو أحد قياديه. أمر لا ضرر ولا عجب فيه، فهذا حق له كما هو حق لغيره. العبادي يشكل ائتلافا حقيقة ويدخل في تحالف مع كيانات أخرى لخوض الانتخابات المقبلة، هذا حق له أيضا ولا ضير فيه، ولكن أن يشكل تحالفا طائفيا من لون واحد هذا غير مقبول حسب ما يرى الكاتب عدنان حسين في صحيفة المال. ما فيه ضير أن العبادي يشكل كيانه وائتلافه من لون طائفي واحد شيعي، دعكم من بعض البهار السني المرشوش على الطبخة لزوم ذر الرماد في العيون بعدما كان لا يمل الحديث عن الكيان أو الائتلاف ذي الهوية الوطنية العامة الشاملة العابر للطائفة والقومية. وما فيه أكبر الضير أن ائتلاف العباد الهادف إلى إدارة الدولة في السنوات الأربع المقبلة يضم وجوهاً سياسية وغير سياسية أكل الدهر عليها وشرب، وبعضها متهم بالفساد الإداري والمالي. على مدى فترة ولايته وبالأخص منذ منتصف العام 2015 صدع العبادي الرؤوس بعزمه على الإصلاح ومكافحة الفساد، ومنذ انتهاء المعارك مع داعش أعطى الوعود القاطعة بإشعال نار حرب على الفاسدين والمفسدين على شاكلة الحرب على داعش، لكن من الواضح الآن أنه سيجلب إلى البرلمان القادم وربما أيضاً إلى الحكومة القادمة الراغب في تشكيلها برئاسته من هم أولى من غيرهم بالإصلاح ومكافحة الفساد. منذ أن توكل العبادي عن تطبيق حزمتي الإصلاحيتين بالرغم من أن القدر قد جاد عليه بظروف مثالية لتحقيق الإصلاح السياسي والإداري وبالذات
تأييد الحركة الاحتجاجية الشعبية والمرجعية الدينية العليا في النجف، صار واضحا أن العبادي ليس هو الطبيب الكفيل بعلاج مرض الفشل الذي تكابده الدولة العراقية بسبب سياسات أسلافه. فمن غير الممكن أن يحقق العبادي وعوده الكبيرة، وبخاصة على صعيد الإصلاح، بطاقم أثبت حقيقة وتعرفون جيدا أثبت فشله في الحكومات والمجالس السابقة، وليس ممكنا أيضا أن يفي العبادي بتعهداته الكثيرة بشأن مكافحة الفساد الإداري والمالي بطاقم فاسد أو ملغوم بعدد من الفاسدين. نبقى في موضوع التحالفات لخوض الانتخابات، فبغض النظر عن التحالفات سواء كانت طائفية أو وطنية، إلا أن الملاحظ هو كثرة هذه التحالفات، والغالب العام فيها أنها من ذات الوجوه المجربة التي لم تقدم غالبيتها أي خير يذكر للعراق الذي يعاني من وائلات الحرب والخراب حسب ما يرى الكاتب جاسم الشمري في صحيفة الغد الأردنية. هنا ينبغي أن نلحظ أن الحزب الأهم في العملية السياسية وهو حزب الدعوة الحاكم بزعامة نور المالكي والذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي سيدخل الانتخابات عبر تحالفين، الأول بزعامة المالكي ائتلاف دولة القانون، والثاني بزعامة حيدر العبادي ائتلاف النصر. وهذا أسلوب انتخابي يراد منه إبقاء حزب الدعوة في قمة هرم التحالف الشيعي وعودته لرئاسة الحكومة. التحالفات ليست قضية شكلية، بل هي قضية دقيقة ينبغي أن يحدد فيها رئيس الكتلة والذي ربما سيكون رئيس الحكومة القادم أو رئيس الكتلة في داخل البرلمان، وعليه فالقضية تدخل فيها المصالح والأهداف الاستراتيجية لكل تحالف أو كيان. ولذلك أتوقع عدم استمرار غالبية هذه التحالفات بدليل التجارب التحالفية الماضية، وكذلك لأن المصلحة الشخصية والحزبية هي الرابط بين غالبية هذه التحالفات وليس مصلحة الوطن والمواطن. وفي ضوء هذه التحالفات الكبيرة والمتعددة، يبقى المواطن العراقي يتساءل هل يمكن أن تكون هذه الكيانات المتحدة بداية لتغيير حقيقي في المشهد السياسي العراقي؟ المشكلة العراقية معقدة جدا، وبالتالي العراقيون بحاجة إلى انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة المواطنة. لا، ولا أظن أن الكثير من هذه الكيانات يمكن أن تكون الأداة الرافعة للعراق من مستنقعات الإرهاب والفساد وانتشار السلاح غير الرسمي. هذا ما يقوله الكاتب. الاجتماعات الحكومية بعد وقوع الفأس على الرأس، طرف حكومي مقيت أو تدليس معيب لذر الرماد في العيون وخداع الجماهير والظهور بمظهر الحريص المتأهب للذود عن البلاد وحماية العباد، خصوصا أن بيان مكتب دولة الرئيس لم يعزي الضحايا ولم يواسي أهاليهم على الأقل. المقتبسات التي وردت في بيان العباد حول التفجيرات خلت من ذلك، بل أن البيان العتيد لم يشير لا إلى إمكانية محاسبة المقصرين ولا مراجعة الإجراءات الأمنية التي تمكن الإرهاب من خرقها في كل مرة بسهولة ليصل إلى قلب بغداد، ومن ثم ضرب المواطنين المسالمين بهذه الجريمة الكبيرة والمقتلة الكبيرة. الكاتب علي سليم يكتب عن الانهيار الأمني في بغداد بموقع كتابات. عندما أقول قلب بغداد فإني أعنيها بكل دقة، إن شارع السعدون وساحة الطيران هي فعلاً قلب بغداد معناً ومبناً. وإذا كان لابد لمثل هذه الاجتماعات أن تعقد، فيجب أن تكرس لنجدة الضحايا وإسعافهم ومناصرة أهاليهم وتعزيز معنوياتهم ودعم ومساعدة أطقم الإنقاذ والوقوف معهم وطمأنة الشعب عموماً، عن طريق اتخاذ الإجراءات الفورية لتحديد المسؤوليات ومعرفة مواطن الخلل ومحاسبة المقصرين. كان يجدر بالعبادي أن يهرع إلى مكان الحادث ويشارك الناس مشاعر الكارثة وأحاسيس الحزن والألم والخيبة، ويعزز معنويات المفجوعين، ويسخر نفوذه وسلطاته وإمكانيات الدولة التي يطلع بإدارتها للتخفيف من ثقل المصاب.
المسافة بين المنطقة الخضراء وساحة الطيران أقل بكثير جداً من القائم في أقصى الغرب عندما ركض إليها لرفع العلم طمعاً في بوز إعلامي. ويضيف الكاتب أن محللي الحكومة يتحدثون عن إمكانية تنفيذ مثل هذه العمليات بسهولة من قبل الإرهاب، ويهون من جسامة المصاب بغية التستر على الفشل الأمني المريع لصالح الحكومة. حملت انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت أواخر 2010 مطالب بالحرية والعدالة والكرامة بعد أن كانت الدراسات واستطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية قد نبهت من تفشي الفساد وازدياد عدد العاطلين عن العمل وانسداد الآفاق السياسية وغلبة الحكم الفردي المطلق الذي أنتج منظومة الاستبداد والطغيان وحيوانة الإنسان أجلكم الله، ولكنها أضحت خريفا كما يرى الكاتب موسى برهومة في مقال بصحيفة الحياة. بدأت الانتفاضات ربيعاً وانتهت خريفاً بعد أن انحرفت الثورات عن مساراتها واعتلى صهوتها الانتهازيون وصيدوا الفرص القميئة من أفراد ومؤسسات ودول، فصار لسان حال غالبية البشر المترامين من الماء إلى الصحراء أن الاستبداد مع الأمن والأمان خير من الحرية مع الخراب وموت الإنسان، وهي معادلة لا تعبر عن الحكمة بقدر ما تفصح عن اليأس الشديد وانحطاط الأمل. بالأرقام والإحصاءات نلوذ حتى لا نغرق في التعميم، فقد أصدر المنتدى الاستراتيجي العربي أواسط العام الماضي تقريراً لتقدير تكلفة الربيع العربي خلال السنوات الخمس الماضية، كشف أن الدمار أصاب كامل البنية التحتية لأربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وهو ما تصل تكلفته إلى 900 بليون دولار فضلاً عن 640 بليون دولار كخسائر سنوية في الناتج المحلي العربي. ضف إلى ذلك 300 بليون دولار أنفقت على ما سماها التقرير إجهاض الثورات. ويظهر الكاتب في 2010 خرجت الشعوب تطالب بالهواء والكرامة وبالحرية بعدما اختطف الجنرالات حريتها وكبرياءها فكظمت آلامها وتحملت المهانة. مرت 8 أعوام عجاف جاعت فيها الكائنات الآدمية حتى تهرأت منها الأمعاء ولم تعد تجد قوت يومها، وإذ تخرج على الناس شاهرة سيوفها، فلعلمها الأكيد أنها لن تخسر شيئاً لأنها حقاً لا تمتلك شيئاً سوى قيودها. بعيداً عن السياسة، أعلن علماء عن اكتشاف ديناصور في حجم غراب وهيئة طائر بريش ملون من شمال شرق الصين عاش قبل 161 مليون سنة في العصر الجواريسي، وأطلق العلماء عليه اسم تساي هونغ التي تعني بلغة الماندارين الصينية قوس قزح. ويشير الفحص المجهري للحفرية شبه الكاملة المحفوظة على نحو ممتاز والتي عثر عليها في إقليم خابي أن الديناصور كان له ريش ملون مثل قوس قزح، خاصة على رأسه ورقبته وصدره بألوان تلمع وتتبدل في الضوء مثل ريش الطيور الطنانة. وقد أشاد المتخصصون في علم الأحياء التطوري بمتحف فيلد في شيكاغو، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن الكشف يشير إلى عالم جوارسي أكثر ألواناً عما تخيلنا في السابق. ونشرت الدراسة في دورية Nature Communications باستخدام مجاهر قوية رصد العلماء بين الريش بقايا عظيات خلوية مسؤولة عن إعطاء الأصباغ ويحدد شكلها اللون. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.